بسم الاب والابن والروح القدس امين. احبائي، هذا هو الاحد الثالث من الصوم، ويقع في منتصف الصوم، اي بين الاحد الاول والاحد احد الشعانين. ونرى لأنه بعد أحد الشعانين ندخل في أسبوع خاص فريد خلاصي، هو الأسبوع العظيم، الأسبوع الألامي. عندما دخلنا الصوم علمتنا الكنيسة، قالت لنا بأن الإنسان إذا أراد أن يكون إلهيا ملتصقا بالله رائيا ملكوت الله، عليه أن يتخلى عن كل أمر يبعده عن رؤية الله. نصوم عن الطعام، ولكن الصوم أيضا هو عن كل خطيئة، والخطيئة هي العمل الذي يضعنا بعيدين عن الله. أي تطلب منا الكنيسة أن نعود أنقياء كما كان الإنسان في البدء، كما كان آدم وحواء قبل الخطيئة. كانا في عشرة الله، في ملكوته. سمي هذا الملكوت الجنة أو الفردوس. ولكن الإنسان عندما شك في مشيئة الله وشك ما يريده الله من أجله، واعتبر أنه قادر أن يحيا بدون الله، وهذا الشعور أتى من القدرة التي وضعها الله في الإنسان، من القوة التي نحصل عليها بقربنا من الله. ولكن الإنسان صغير العقل، قليل الفهم، فظن أن هذه القوة وهذه القدرة هي من ذاته، هي منه، فاعتبر أنه ليس بحاجة إلى الله، يستطيع أن يقوم بكل ما يشاء، ولم تعد مشيئة الله الهدف الذي هو أمام الإنسان. فابتعد، وفي ابتعاده أخطأ، وهذه هي الخطيئة، أخطأ، لأنه ببعده عن الله
يموت موتا كليا. فلكي يرجع إلى الله قالت الكنيسة المؤسسة من الله من الرب يسوع على الإنسان أن يتنقى من الخطيئة، أن يميت الخطيئة، أن يميت الخطيئة، وأن يستعيد نقاوته وصفاء قلبه وحياته الناصعة بنور الله. النور هذا الذي يجعل كل شيء نورا، هذا النور الذي رأوه التلاميذ الثلاثة على جبل ثابور في عيد التجلي. فعلى الإنسان أن يجاهد. أولا عليه أن يقتل شهوة الجسد. الله لا يريد أن نميت الجسد. عندما نقول علينا بتعبير رمزي علينا أن نميت الجسد، يقصد الله وكنيسته بأن علينا أن نميت شهوات الجسد، نزواته، مشيئته. الملطخة بالوسخ عليه أن يكون بعيدا كل ما يسيء إلى نظري إلى الله، وأن يستعيد نظره إليه. سمعنا في هذا الإنجيل بأنك إذا شئت أن تصبح نقيا عليك أن تتبع يسوع الطاهر، يسوع الطاهر النقي، الإله الإنسان، أو الإنسان الذي يرفعك إلى الله. فقال رب: من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه، فليكفر بحياته، ويحمل صليبه ويتبعني. اتباع يسوع ليس بالسهل، لقد قلناها أكثر من مرة. بعدئذ سنقول: لصليبك يا رب نسجد، ولقيامتك نمجد. ولكن هذا الأمر ليس بالسهل، أن تحيا حياة يسوع أمر صعب، ولكن إذا أردت أن تحيا حياة إلهية عليك أن تحيا حياة يسوع. الصليب كان أداة موت عندما أتى يسوع، جعله سلاحا ليميت الموت.
جعله سلاحا ليميت الموت، وذلك لأن قبل أن يصلب عليه. وماذا كان يقصد أن يقول الرب؟ أي بأن الموت لا يمكن أن يفرقني عن الله. الصليب سيكون لي، يقول للإنسان الصليب لي سيكون الآلة، السلاح التي بها نقتل الموت. ولهذا السبب عندما نقول في الصوم لا تأكل إلا القليل أو تأكل بعض المآكل، نقصد أن نقول لأن هذا هو الصليب، وحياتك هي مع المسيح. هكذا فعل النساك والزهاد لأنهم قبلوا أن يأخذ القليل، لأنهم اعتبروا أن حياتهم هي في المسيح ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. لم يقصر الله بهذا القول لأنك كإنسان عليك ألا تأكل، ولكن إن سعيت إلى الطعام وإلى المال وإلى الجاه وإلى هذه الدنيا، هذه لا تفيدك شيئا. عليك أن تسعى أن تحفظ، أن تطيع كلمة الله، وعندئذ ستحيا ستعيش. وأرجع لأقول بأن نساكا ما كانوا يأكلون إلا القليل القليل القليل. هناك من عاش على عمود، سمع العمود، هناك من كانوا لا يأكلون إلا مرة في الأسبوع ولم يموتوا، لم يموتوا. اقرأوا قصص القديسين، وحتى اليوم هناك رهبان وراهبات من يعشن النسك لأنهم لا يأبهون بأي شيء، يريدون الله وحده، حبا به حبا به، ويعرفون أن ليس هناك من كائن إلا الله. وتعرفون أيمة يظهر لنا هذا الأمر؟ عند ساعة الموت. عند ساعة الموت إذا قال، ذكرت هذا الأمر مرارا لأنه مهم ويجب أن يسعى. إذا كنت مريض وقال للطبيب يا ابني سأفعل كل ما أستطيع، ولكن حياتك في خطر، أكتشف بعمق بأن كل الحياة وكل الدنيا وكل ما أعلم لك لا تعني شيء. أصلي. ربما ذكرت لكم سابقا
كنت أريد أن أدرس طبيب وأن أكون كاهنا، قالوا لي ستدرس طبيب وثم أن تصبح كاهن؟ قلت له نعم، قصدي أن أساعد بشفاء الجسد بمعونة الله وأن أنقل كلمة الله إلى المريض لأن آذانه نظيفة، لأنني عندما أتكلم مع مريض يسمعني، إذا تكلمت مع صحيح الجسم لا آذان له لا تسمع. رب ما طالب منا نعرفه لما عم نموت ولما نكون في المرض، ربنا غايدنا ونحن بالفرح الكامل نحبه. يسوع أعطى لنا الدواء، اتبعوني وأنتم ستفرحون، ولو اضطهدوكم أو لو تألمتم اتبعوني. أي احملوا الصليب، احملوا التعب، احملوا الوجع، احملوا كل شيء يرفض هذا العالم، يظنون أنهم يجدون الفرح في الملاهي، ولكنهم وكما يعرف الكثير ونعرف، هؤلاء الذين يذهبون إلى الملاهي وإلى غرف الليل وإلى أي مكان في هذا العالم ما وجدوا الفرح الحقيقي. هذا ما يقصد به الرب الصليب، أي تمثلوا بي، اتبعوني، أصبحت إنسانا بالصليب قتلت الخطيئة، احملوا هذا الصليب، وهذا الصليب الذي أنا حملته احملوه وهو يخلصكم، وعندئذ ستمجدوني وتقومون. آمين.